مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بكم في التغطيه الخاصه اللي بيقدمها موقع في الجول للدوري السعودي. ودلوقتي هيكون معانا من السعوديه عبر زوم الناقد الرياضي الكبير زهير الشمسي. اهلا بيك يا استاذ زهير، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. شرفني استاذ حامد، شرفت اني كنت واقف معاك في الموقع الجميل في الجول، واحد من اجمل واكبر المواقع العربيه لكره القدم، وسعيدين الحقيقه بالاهتمام الكبير اللي يوليه موقع في الجول للدوري السعودي، وايضا اشقائنا واخواننا واهلنا في جمهوريه مصر العربيه باهتمامهم الكبير بالدوري السعودي المتميز الموسم هذا. شرف لنا يا استاذ زهير. والدوري السعودي بصراحه هو فرض نفسه على العالم كله مش على الوطن العربي بس. في البدايه كده، شايف بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي، شايف المنافسه ازاي مع الانديه، خاصه بعد كل جوله بيختلف جدول الترتيب؟ صحيح، يعني الدوري تنافسي، في عدد من المفاجآت، عدد من التعثرات الفرق الكبرى، يعني خلينا نقول في لعبه تبديل مراكز كراسي بين الاتحاد والهلال حتى الان. النصر آتي البعيد او آتي بعد تعثرين، لكن باداء خلينا نقول انه افضل بين قوسين برايي، خاصه في الست جولات الاخيره. النصر قاعد يقدم مستوى ممتاز، باعتقادي بشكل المنافسه بدات تظهر نوعا ما بين فريقين العاصمه، بين النصر والهلال بشكل كبير. ان يكون الدوري بينهما لا نستطيع ان نستبعد احد، الاتحاد موجود حامل اللقب، عنده اسماء جيده، لكن الاتحاد ايضا عنده التزام ايضا دولي في كاس العالم للانديه، يحتاج جهد بدني مضاعف. الاهلي يكتب صفحه، خط صفحه، عندنا خلينا نقول غير انديه الصندوق، الانديه اللي قاموا بصفقات كبيره او الانديه الغنيه جدا، هناك الاتفاق والتعاون، يقومون نفسهم يعني صحيح يقومون نفسهم بشكل ممتاز، ولا ممكن نستبعدهم على الاقل من تنافس على المراكز الاربعه. من وجهه نظرك، شايف مين الفريق اللي قدر يستفاد من الصفقات في فتره الانتقالات الصيفيه؟ لما نتكلم عن الصفقات نتكلم عن منظومه كره القدم، عن شكل فريق كره القدم. فبرايي احسن فريق حاليا قاعد يقدم كوره بمستوى واداء والنتائج قد غابت في البدايه هو النصر. النصر تعثر اول مباراتين معلوم عند الجميع، مباراه ضد الاتفاق كانت بعد 48 ساعه من نهائي البطوله العربيه اللي النصر لعب فيها 120 دقيقه قدام الغريم التقليدي الهلال في ديربي كبير وانتصر فيها. خسر النصر الصف الثاني تقريبا ضد الاتفاق في الدمام، وايضا كانت المباراه الثانيه امام التعاون بظروف مختلفه، ولقوه المنافس ايضا التعاون 2-1. لكن بعد ذلك شكل النصر بشكل عام، وجود صفقات كبيره، وجود الصفقه اللي موجوده من النص الثاني من الموسم من رونالدو، طبعا كريستيانو رونالدو اللي فارق كثير واهداف الدوري الان. وبرايي الصفقه الابرز حتى الان كل الصفقات اللي انعملت في الدوري هو مارسيلو بروزوفيتش، اللي قدم اضافه كبيره في خط وسط نادي النصر، ضابط ايقاع، ماني، حتى تيلس، كل اللاعبين، لابورت، النصر بشكل عام وجهه نظري فنيا نتكلم هو الفريق الاجمل والاكثر اقناع حاليا واكثر استفاده من الصفقات. الهلال جيد، لكن في بعض الامور كنا نتكلم فيها في حوارنا. بالنسبه لحديثك عن كريستيانو رونالدو، شايف ان هو دلوقتي هداف الدوري السعودي، شايف ان هو قادر ان هو يقود النصر للفوز بلقب الدوري السعودي الموسم الحالي، ولا شايف ان الموضوع صعب في ظل المنافسه الشرسه دي؟ قادر بطبيعه الحال. لما نتكلم عن كريستيانو نتكلم عن حاله فريده، يعني لاعبين كره القدم الصوره بكل ما تعنيه الكلمه بمعنى، اليوم ارقام، اهداف، حضور، شخصيه، الفوز في الدي ان اي، الحمض النووي الخاص لكريستيانو رونالدو. فاللي قاعد يسويه ما هو غريبه، وانعكاس على اللي يسويه في التدريب. يعني كريستيانو رونالدو اخوي حامد ما هو سر انه يجي قبل اللاعبين بساعه، ساعه ونص قبل التمرين، ويطلع بعدهم ساعتين. رونالدو في التمرين بيجي قبل اللعيبه كلها بساعتين؟ ساعه ونص ويطلع بعدهم ساعتين، عنده تدريبات خاصه مع مدرب خاص غير عن تدريبه مع المجموعه. فهنا المثال، يعني لما صندوق الاستثمارات السعودي او المشروع السعودي قرر استثمار في لاعبين من هذا النوع، هنا يعني الاد فاليو، القيمه المضافه اللي يقدمها مثل هؤلاء اللاعبين، لاعب حقق كل البطولات الممكنه، كل الارقام الممكنه، ولا زال عنده الجوع والفوز،
يعني لما يفوز على الطائي ويسجل هدف ثاني ضربة جزاء شفت تفاعله فعلا ما فرق يعني معاه دوري كبير والطائي نادي محترم وكل شيء بس حماسه اول يوم لما كان يلعب في سبورتنج لشبونه مرة بالخطوة المراحل الأخرى بحياته مانشستر مدريد يوفي كل هذا لا زال نفس الشيء تمام. بالنسبة بتتكلم على رونالدو اللي هو بيجي قبلها بساعة ونص بعدها بعد التمرين بعدها بيخلص بساعتين على النقيض بنشوف على السوشيال ميديا وخاصة على مواقع التواصل تويتر بنشوف دايما في انتقاد حاد لنيمار شايف نيمار اللي هو مستواه ازاي مع الهلال وان هو أضاع ضربة الجزاء في المباراة الماضية. نيمار انتقادات كثيرة في على مستواه لاعب يعني غائب لمدة طويلة تقريبا سنة أو 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بشكل مستمر، إصابات متلاحقة، اللاعب لا زال عائد من إصابة، الحديث عن عدم جدية منظر التدريبات بالتأكيد هذا ما يؤكد نادي الهلال والصور اليومية المتابعة على السوشيال ميديا في نادي الهلال، اللاعب متواجد حتى أساطير كرة القدم من يذكر زيدان أول ما انتقل من يوفي إلى ريال مدريد أول 5 مباريات وصلت خطبة فاشلة ثم كتب التاريخ واحد من أعظم لاعبي كرة القدم. فالحكم يوم عما باستعجال على نيمار، نعم أضاع ضربة جزاء، نعم لم يقدم الأداء الكبير، ربما أيضا جيسوس مدرب الهلال عليه ابتكار بعض الأفكار لتوظيف نيمار بشكل جيد لخدمة الفريق. بس أنت شايف أن الانتقادات دي مش في محلها، شايف أن نيمار الفترة الجاية أداؤه يرتفع؟ يعني الناس كانت بتتكلم دايما أنه هو بيتعلع الكورة، أنه هو مش أجريسيف نوعا ما في اللعب، هل ده شايفه طبيعي من نيمار؟ يعني ما قدم الاداء المرضي، الهلال نادي كبير زعيم اسيا اكثر نادي عنده بطولات في المملكه لا خلاف في ذلك، فطموح النادي كبير، نيمار استثمار ضخم على الصعيد المادي ضخم على المستوى الاعلامي، نريد ان نرى نيمار بنفس الزخم اللي خارج الملعب داخل الملعب، لحد الان انا واثق تماما لم يقدم الاداء المطلوب لكن ندعو للتاني وعدم استعجال بحكم على لاعب كبير مثل نيمار قائد المنتخب البرازيلي ويعني نيمار في الاسم يعني باعتقادي القادم لنيمار راح يكون افضل. بما اننا بنتكلم عن الهلال السعودي ونيمار كان في تقارير صحفيه ربطت ان جيسوس خلاص المدير الفني هيرحل عن الفريق وكان في كلام هنا في مصر مؤكد ان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي حصلت مفاوضات ما بينه وبين الهلال السعودي. حقيقة هذا الأمر إيه؟ الإشاعات كثيرة طبعاً لأنه يعني الهلال متصدر الدوري وحتى يعني في آسيا تعادل المباراة الأولى نعم في هناك بعض النتائج غير جيدة لكن جمهور الهلال وبيئة الهلال دائماً متقلبة الأداء والجمهور متقلبة في القدم النتائج لوحدها لا تكفي بأداء متوسط بأداء غير مقنع بفوز بشق الأنفس هذا لا يقبل في جمهور الهلال. شفنا مباراة الأسبوع الماضي أمام الشباب الفريق واجه صعوبات مع أن في فارق في يعني ترتيب الفريقين والظروف المحيطة بالفريقين. الهلال تاريخيا الفترة الماضية يعني سنوات ثلاثة تجي دروب في الوقت هذا في الوقت بداية الموسم بداية آسيا يجي نوعا ما دروب. هل الحل هو تغيير المدرب؟ أنا شخصيا أنا أتكلم عن رأيي الشخصي ما أتكلم عن حقائق أتكلم انه انا ضد تدوير المدربين بشكل كامل خاصه اذا ما كانت المشكله واضحه عند المدرب واخطاء لم تكن واضحه للجميع خطط موجوده الافكار موجوده الفريق في الحالات الدفاعيه والهجوميه والتحولات قاعده بشكل جيد اذا هناك شيء اخر ربما ذهني ربما نفسي على اداره الهلال تدارك ذلك نقول ما في دخان دون نار ربما كان في مفاوضات كان في استقصاء ما نقول مفاوضات استقصاء هنا ولا هنا لأسماء مرشحة لقلاقة جيسوس هذا معتادين عليه في السعودية لكن بكل تأكيد حتى الآن جيسوس مدرب نادي الهلال وباعتقادي أنه الهلال سيرجع مو يرجع الهلال متصدر له فما هو منطقي أنه يتم إقالة مدرب متصدر الدوري. طب هل حدثت مفاوضات مع مارسيل كولر مدير فني النادي الأهلي؟ من ناحية اللي أنت مصادرك في نادي الهلال يعني هل حدثت مفاوضات ولا ده كانت شائعات؟ كلمة مفاوضات كلمة كبيرة، مفاوضات معناه استعداد لتعطيء عقود. فمفاوضات أنفي بشدة أن يكون كان في مفاوضات طول طالما أنه جيسوس موجود سواء إلى كولر ولا إلى مدرب ثاني قد يكون هناك استقصاء عن طريق وسطاء لمعرفة
امكانيه التوقيع مع مدرب ما. يعني انت قصدك الاستفسار ده من نادي الهلال لكولر ولا العكس؟ انت دلوقتي بتقول المفاوضات، مفيش مفاوضات، هي استفسار. استفسار عن امكانيه ممكن، انا اقول ممكن ما اكد ولا امكن، بس في امكانيه استفسار عن الارقام المطلوبه، عن امكانيه يعني تقول للتحدي هو مرتبط بعقد حاليا، هل ممكن فسخ العقد؟ اشياء مثل هذه، وهذه العاده ما تكون عن طريق نادي الهلال بشكل مباشر او الانديه بشكل مباشر، تكون عن طريق وسطاء لمعرفه وضع الحلول البديله. يعني دائما النادي عنده حل اي، ومثلا خلينا نقول في حال نتكلم عنه الان جيسوس، في حال جيسوس يعني توالت نتائج سلبيه ولم يكن مقنع، ارادت نادي الهلال تغييره، يكون هناك خيار A و B و C، قد يكون كولر على قائمة نادي. وحتى احنا شفنا في الصحف الإيطالية كان في كلام ان جوزيه مورينيو كان جاله عرض من الهلال السعودي وهو رفض. مورينيو له تصريح بعد هزيمة جنوة الأسبوع الماضي 4-1 ان انا رفضت اعلى راتب في تاريخ كرة القدم، وكان يلمح للمملكة. خوزيه مورينيو عنده علاقة جيدة بالمملكة بشكل عام، بالدوري السعودي، وعضو مجلس إدارة في أكاديمية مهد. حقيقة المفاوضات مع مورينيو، هل كانت مع نادي الهلال؟ هل كانت مع نادي النصر؟ هل كانت للمنتخب السعودي؟ ما في يعني شيء يؤكد انه وين كان في مفاوض سعودي. مفاوض مع مورينيو هذا شيء اكيد، لكن لمين؟ لا نعلم. ورفض العرض مورينيو، يعني رجع بعد كلمته، فوعد جمهور روما وإدارة روما ان يكمل معاه العقد، فهو يعني عنده اسبابه ويتكلم باللي يبيه. اتحاد جدة مع نو سانتو بيقدم أداء مميز، لكن بنشوف نتائج نوعا ما سلبية بسبب تأثر الغيابات. هل شايف أن اتحاد جدة بيتأثر بالغيابات؟ وإزاي نونو سانتو يقدر يعالج الغيابات دي؟ يعني الحقيقة إصابات كثيرة من الاتحاد. الاتحاد يعني حالة خاصة الموسم هذا، حصل موضوع الاستحواذ لصندوق الاستثمارات العامة على الأندية الأربعة من ضمنهم الاتحاد. الاتحاد هو بطل الدوري العام الماضي، فنونو سانتو مدرب الفريق العام الماضي، القاعدة تقول لا تغير في الفريق فائز. مع ذلك مع قوة الاستثمارات اللي جت، الاتحاد تخلى عن طارق حامد على سبيل المثال، واستعان بلاعبين من طراز عالمي مثل كانتي ومثل فابينو. بس انت كنت مع استمرار طارق حامد في اتحاد جدة ولا مع رحيله؟ الحقيقة أنا أؤمن دائماً بالمنظومة، منظومة الاتحاد العام الماضي دفاعياً بين قوسين، أنا اعتقادي اللي جاب الدوري للاتحاد الموسم الماضي هو قوة المنظومة الدفاعية لنونو سانتو. طارق حامد وأحمد حجازي كانوا اثنين أساسيين في هذه المنظومة. اليوم تغيير المنظومة، أنا ما أقول ما أخذ مقارنة بين طارق حامد فنياً وبين نيكولو كانتي أو فابينو، لكن المنظومه بشكل عام طارق حامد كان فعال فيها، اليوم قاعد يثبت من عظمته انه هو لاعب من طراز عالي، طراز عالمي، يستطيع ان يلعب في اي فريق. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان الاتحاد خسر رحيل طارق حامد؟ نعم، التغييرات الكثيره في الفريق تدخل بالمنظومه، خاصه لما يكون نفس المدرب موجود ونفس الافكار. دخول لاعبين جدد مهما كان مستواهم يحتاج وقت، يحتاج يعني فهم كبير الى زملائهم، إلى أفكار المدرب، إلى الدوري، لاعبين آتين من الدوري مختلف، إصابات أيضاً جرب على السؤال، إصابات كبيرة إلى كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، أحمد حجازي، عصبة الاتحاد نرى تدرجه في النتائج، أيضاً مستوى ليس مرضي لجمهور الاتحاد حتى الآن، ولكن مقارنة بين النتائج وبين المستوى والإصابات الاتحاد ماشي. طيب من وجهة نظرك شايف ايه الصفقات اللي ممكن الأندية السعودية تحضر لها في يناير؟ طبعا اخوي حامد اللي هو سوق يناير عموما هو سوق على المستوى الدولي، هو سوق طوارئ. النادي يحتاج الى سد الفراغات اللي عنده. حدث اصابات مثلا كبيرة، لاعبين تعرضوا الى اصابة يعني مهمة ستغيرهم لفترة طويلة، يتم احلالهم. الأسماء كثيرة طبعاً، لكن هو عموماً سوق جناير سوق الإيطاليين يسموه جناير، ذات الشتاء الشتوية، دائماً لسد الاحتياجات الاضطرارية، ليست لعمل صفقات
ميجر خلينا نقول صفقات كبيرة في سوق الشتاء. حاليا الاتحاد إذا ظل عنده مشاكل في الهجوم بعدم تواجد كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله، أعتقد الاتحاد أول نادي مهم يتعاقد مع مهاجم مع وجود يعني رومارينو وهارون كامارا. لكن الاتحاد مقبل على مونديال الأندية ومطالب بالفوز أو بلوغ مراحل متقدمة، خاصة أن ممثل المملكة في البطولة النسخة الماضية وصل النهائي ولعب نهائي جيد وممتاز أمام ريال مدريد وسجل في كرات أهداف، هذا شيء ليس شيء سهل. فالاتحاد وجمهور الاتحاد متطلب. الأهلي مثلاً، الأهلي يحتاج تحسين منظومة الدفاعية، إبنيز مخيب لحد الآن، فباعتقادي بعد 8 جولات كأنه هذا الشكل يعني الاحتياجات الأساسية للفرق السعودية. الفرق الثانية طبعا الشباب مثلا مركزه غير جيد، كان في فوضى في الانتقالات الصيفية إداريا نوعا ما. الشباب أيضا مطالب بدخول المكات القادمة. بالنسبة احنا بنتكلم في الاتحاد السعودي دلوقتي، طبعا في كاس العالم للانديه لو اتحاد جده قدر ان هو يتخطى اوكلاند سيتي، وده بنسبه كبيره ده هيحصل، هيواجه الاهلي المصري. شايف المباراه دي هتكون ازاي ومين الاقرب للفوز؟ المباراه راح تكون كبيره بين اشقاء واخوان، وهذه اول مباراه بين فريقين في كاس العالم للانديه. المباراه الماضيه فاز فيها الاتحاد. طبعا الجاليه المصريه العزيزه، الاخوان والاشقاء الموجودين في المملكه عددهم كبير، وما احتاج اعلم يعني احد ان جماهيريه الاهلي طاغيه في مصر، فراح تكون مباراه جماهيريه ممتعه فنيه راح تكون مباراه كبيره وموعودين بقمه كبيره. مين رشح الفوز؟ مباريات مثل هذه يعني ديربي خلينا نقول. لو قلنا نسب، يعني قلنا نسب عشان الارض والجمهور 55 الاتحاد و 45 الاهلي، عشان عامل الارض والجمهور فقط، مع ان الجمهور الاهلي المصري راح يكون، بس الجمهور الاهلي المصري اكتر. لا جدا صعب يكون اكتر، بس بيكون حضور كبير لا شك. كصحفي سعودي ومتابع لاحداث الدوري السعودي، شفت ازاي مفاوضات اتحاد جده مع محمد صلاح في الموسم في فتره الانتقالات الصيفيه؟ وهل شايف ان ممكن اتحاد جده فعلا يرجع تاني يفاوض محمد صلاح في يناير، ولا هيكون الموسم الجاي، ولا صعب صلاح يجي الدوري السعودي؟ طبعا اضافه كبيره لو حصلت للاتحاد او لنادي اخر. الانديه اللي قادره على جلب محمد صلاح هي 4 انديه من النصر خلال الاتحاد الاهلي، هذا واضح. فهذه الانديه تستطيع تحمل راتب محمد صلاح وجماهيريه محمد صلاح، وايضا محمد صلاح قادر ان يقدم اضافه كبيره المرجوة فنيا واعلاميا، كفايه 140 مليون مصري او اكثر راح تشجع النادي راح يكون في حمل. بالطبع اكيد طبعا محمد صلاح، كل الناس دلوقتي ليفربول، مصر كلها بتشجع ليفربول. صحيح، ورمز الكره العربيه ليس فقط لمصر محمد صلاح، كلنا نتعاقب مع ليفربول يتواجد محمد صلاح لانه لاعب مثال باداء داخل الملعب وخارج الملعب، كسلوك وكنموذج جميل صدرنا الى الدوري الانجليزي والايطالي قبل، ففخورين فيه. اجابه على سؤالك، لا اعتقد انه في نافذه الانتقالات الشتويه ممكن عمل صفقات كبيره جدا. لا ليفربول سيقبل تخلي عن محمد صلاح اللاعب المهم جدا، خاصه ليفربول يعني في مرحله تذبذب، امس خسر امام توتنهام اول مباراه في الموسم، تعادلات عديدة، في مشاكل حول كلوب، لن يتخلى عن لاعب مفتاحي جدا، لاعب مهم جدا ويكون أهم في تشكيلة الريدز في ميركاتو يناير بعد ذلك. اليوم فعلا في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية اتحاد جدة كان مهتم جدا بصلاح، قدم عروض رسمية تم رفضها. سواء قدم عروض رسمية، يعني كان الناس كلها بتتكلم ان مفيش عرض رسمي وصل، قدم عرض رسمي. عرض رسمي بالايميل او كذا او مكتوب، لا نستطيع ان نؤكد، ان ما شفنا بعيننا هذا الشيء، بس بكل تاكيد كان في مفاوضات ان تخاطب النادي، تطلب منا هل بامكانه التخلي بالارقام التاليه، النادي ياخذ يعطي،
في انفتاح ما في انفتاح، حل المفاوضات ما كان في انفتاح من ليفربول محمد صلاح، تم التواصل معه على طلبات الشخصية، محاولة فهمها للمستقبل. طبعاً زي ما قلت لك اهتمام، مجرد اهتمام محمد صلاح إضافة كبيرة، هل ممكن يجي الدوري السعودي؟ محمد صلاح باعتقادي الشخصي بوجود هذه النجوم راح يكون إضافة، ونتشرف إنه يكون واحد من أهم اللاعبين العرب، كزي ما قلت كأخلاق قدوة وكموهبة أيضا فنية، كموهبة في الدوري السعودي. سيأتي يوم محمد صلاح في الدوري السعودي إذا لم يكن في الصيف القادم ربما الذي يليه، لأنه هذا الدوري جذب نجوم كبيرة ومحمد صلاح نجم كبير، وحنا كدوري عرب دوري سعودي نشعر إنه شعبية هذا اللاعب والقيمة الفنية لهذا اللاعب تضيف كبير، ونتمنى إنه يكون موجود معنا وإن شاء الله في بين الوقت. أتذكر كلامي، محمد صلاح سيرتدي قميص نادي سعودي بإذن الله إذا الله حماه بإذن الله إن شاء الله، الإصابات ومتع بالصحة والعافية. طب شايف من الفريق الأقرب السعودي اللي ممكن محمد صلاح يكون فيه؟ طبعا كل اتحاد فاوض محمد صلاح، ممكن الفكره النمطيه انه ممكن يجي الاتحاد. اليوم عندنا اربع انديه مملوكه من صندوق الاستثمارات العام، فالميركاتو القادم سيعتمد على اضعف فريق من راح يكون. لو افترضنا ان الاهلي والاتحاد انتهوا افتراض خارج الاربعه الكبار، خارج الاربعه الاوائل، سيكون تدعيمهم أولوية عند صندوق الاستثمارات على الأندية اللي حققت الدوري مثلاً أو حققت إنجازات، لأن هذه الأندية عندها مشروع واضح وعندها قاعدة أصبحت جيدة. فالسؤال هذا متغير، كون المالك واحد والمستفيد أربع أشخاص، هنا الجواب قد يكون نهاية الموسم. قرض الاتحاد والأهلي من مكة المكرمة والحرمين الشريفين قد يكون هذا جاذب لمحمد صلاح لرفع تدينه و حب الأداء مناسب للعمرة، الله يثبت إن شاء الله. يعني أنت شايف الاتحاد أو الأهلي مش الهلال؟ ممكن كل شيء جايز. الهلال خلنا نفترض في الدورة الثمانية، نفترض أن الهلال لم يعني مر بانتكاسة، نيمار بسبب ما مش نيمار اليوم A بلس، يعني نتكلم حتى على مسلم الرواتب، اليوم صعب نجمع محمد صلاح مع نيمار فريق واحد، الرواتب استقفز يعني بدولة كبيرة جدا. أعتقد نظرياً ممكن يكون في الاتحاد أو الأهلي إذا كان موسمهم غير إيجابي أيضاً، هذا عامل إضافي. خلال الأيام الماضية شفنا تقارير سعودية كتيرة عن فكرة صندوق الاستثمار، فكرة جديدة وهو تعيين شخص أجنبي في منصب المدير التنفيذي للأندية السعودية. هل فعلاً هذه الخطوات هتتحقق؟ يعني أول مرة في تاريخ الدوري السعودي يكون المدير التنفيذي أجنبي مش سعودي؟ سمعنا الكلام هذا، كان في اشاعات كثيره الى انترنيولو هو المدير، ده المدير التنفيذي النادي انتر ميلان. انتر ميلان التجاري في الانديه الاوروبيه، هناك يعني رئيس مجلس اداره وتحت اثنين سي او، اثنين مدير تنفيذ مدراء تنفيذيين، الاول مختص في الشان الرياضي والاخر في جهه الاعمال. اليوم انترنيولو اللي ذكر في المصادر هو رئيس هو رئيس تنفيذي للأعمال، يعني أي شيء العلاقة بالفاينانس، الأمور المالية، الرعايات، بهذه الأمور يهتم فيه المدير التنفيذي المالي، بينما الأمور الرياضية يهتم فيها المدير التنفيذي الرياضي، شراء لاعبين، تبادل لاعبين، صفقات، الفئات السنية، هذه المدير التنفيذي الرياضي. فاليوم مرحلة جديدة خاصة الأندية الأربعة الكبيرة، نفتخر أن الأربعة أندية مدراء تنفيذيين سعوديين، لا أعلم هل يجب استبدالهم بمدراء على ليفل آخر، خلنا نقول من الخبرة وليس القدرات، أتكلم عن الخبرة، بحيث إنه يكون لهم إضافة كبيرة للدوري الأندية الأربعة، بحيث إنه يكونوا يعني أكثر إلمام بحجم التحديات الموجودة. لا نعلم إذا كان في سابقة ستحصل، في الستون هي الأولى، هي إشاعات. بنشكرك أستاذ زهير، نورتنا وشرفتنا في موقع في الجول، وكان حوار ممتع كالعادة من ناقد رياضي سعودي كبير. شكراً أستاذ حامد، أنا تشرفت واجد معاكم، استمتعت بالحوار معاكم، وإن شاء الله دائماً أتمنى نقدم الإضافة المرجوة لموقع كبير وجميل. بنشكرك، وبكذا تكون انتهت حلقتنا النهاردة من تغطيتنا الخاصة موقع في الجول للدوري السعودي. نشوفكم في حلقة تانية على خير، سلام.